تفتكر يا جابر يا فندي هنقدر نعدي؟ والله انتوا وحظكم، انا عمري ما شفت ناس منحسه معاها بالطريقه دي. يعني في احتمال ما نعرفش نعدي؟ طبعا، واحتمال كبير كمان، 50% مثلا. نعم، يعني مش حططنا السكه دي كلها عشان تقول لي 50%؟ انت يا ابني هتتنطط لي؟ بصراحه بقى دمك تقيل على قلبي، ابقوا خلي حد غيره يكلمني. ايه احنا في فصل ما تفهمنا ايه الحكايه؟ شكل كده هبتدي التمرين بدري. بس يا بابا منك له، بس يا حبيبي، طب اتكلموا على قدكم. صحيح يا استاذ جابر، بقى العذاب ده كله وما انتش متاكد اذا كنا هنعدي ولا لا؟ يا انسه سهى، انا مش مغسل وضامن جنه. ما هو بصراحه يا استاذ جابر مفيش اي منطق يخلينا نغامر المغامره دي كلها وهي مبنيه على حسابات الحظ. يا جماعه بالراحه على جابر افندي. وهو معقول يا جماعه هيضحك علينا؟ يضحك علينا وعلى اللي جابونا. انا مش فاهم انتوا ليه بتعاملوني على اني نصاب. انا بعمل لكم كل اللي بقدر عليه. على فكره انا كل اللي واخده منكم عمولتي وتكاليف الرحله زي اي شغلانه. الدكتور فؤاد مثلا مش لما بيعمل عمليه وياخد عمولته والمستشفى الباقي؟ اشمعنى انا؟ اوعوا تكونوا فاهمين ان انا باكلها ولعه او ان انا مليونير. انا من الخرنفش، يعني باكلها بدقه. انا لو مستكفي ما كنتش هشحطط نفسي كل يوم والتاني واسيب مراتي واولادي عشان اساعد ناس زيكم. زي ما انتوا خالعين عشان اكل عيشكم، انا كمان خالع عشان اكل عيشي. زي ما كل واحد فيكم نفسه يبقى عنده شقه، انا كمان نفسي يبقى عندي شقه. انا صحيح خدتها بس لسه عليها اقساط. وخدتها فين؟ في مدينه نصر في الحي العاشر، يعني اقرب للسويس منها للقاهره. ورغم كده كل واحد فيكم يقوم يقول لي خطبه ويقل ادبه على ايه؟ انا مش فاهم. اظن كلتنا بالكلمتين دول. وعز جلال الله، لو حصل في الامور امور ما يحوشنا عنا غير الموت، ولو في اخر الدنيا هجيبك. انا قلت من الاول انك قليل الادب. بس خلاص طب خلاص، صلوا على النبي، اهدى بقى يا استاذ جابر، صلوا علينا خلاص.